الحمد لله. هو السؤال: من يذكر لي افعال يفعلها بعض الناس وهي تؤذي، ومع ذلك هذا الشخص لا يعتبر ايذاء؟ اقول لك عادي. واحد: الاتصال بالشيخ بغير وقت مناسب حتى يستفتيها. طبعا هذا مثلا بعض الناس، بس هذا شيء نادر. واحد برن اتصل بشيخنا علي الحلبي الساعة 2 في الليل، فقام شيخنا مذعورا وقال: ماذا؟ نعم نعم يا أخي. قال له: عندي سؤال. قال له: تفضل. فإذا به سؤال يسأل في أي وقت. فأجابه شيخنا ثم قال له: يا أخي، ولكن يمكنك أن تسأل السؤال في غير هذا الوقت. قال: وما المانع؟ قال: كنت نائما فقمت فزعا. قال: ليش طالب العلم بنام؟ فهذا طبعا، لكن هاي حالة شو مالها؟ نادرة. نريد شيء أشهر من ذلك. نعم. تفضل. هناك بعض السلع لها سعر محدد معروف عند التجار، فيأتي مشتري فيفاصل بطريقة مؤذية للبائع. نعم، بعض الناس يفعل سلوكا ولا يعتبره ذما، فهو يدخل إلى أماكن ليشتري ويعتبر نفسه أنه صاحب نباهة وفهم، فتجده يفاصل ويسمع الجالسين كلاما على أشياء مقررة ومنتهية. مثلا صعد في سيارة الأجرة، سيارة الأجرة مقدرة من نقابة السواقين ومقررة من قبل الجهات الرسمية، الأجار دينار. فإذا به يصعد: على إيش بتوخ الدينار؟ والله بتعطيك دينار بس من غير نفس. فيبدأ يؤذي صاحب السيارة، ونخشى صاحب السيارة يميل على أول واد فيترتب عليها جريمة كبرى. يا أخي، هذا الدينار أنا قررته، أليس أهل الخبرة وأهل الفهم وأهل النباهة وأهل العلم في هذا المجال هم حددوا الدينار؟ فعندما تصعد معي تبدأ تسمعني بالكلام وتؤذيني: خذ 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 الليرة خذ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا نعم، هذا مثال عملي عن الأسعار المقررة. أحسنت. فشوف إيش حدا رفع يده. إيه؟ تفضل. اثنين: مثلا الذي يضع حذاءه على باب المسجد، يعني في أمام ممشى الناس. نعم، بعض الناس إذا، وهذا شيء للأسف مشتهر، نحن نريد مثالا مشتهرا. نعم، هذا مثال مشتهر. فعندما يدخل إلى المسجد يضع حذاءه في ممر الناس، وبالتالي إذا جاء أحد كبار السن ربما يتدعثر بهذا الحذاء. ويوجد عند خزائن ويوجد عندنا حافظات للأحذية، ومع ذلك يؤذي المصلين. أحسنت، مثال جميل. ثلاث: أحسنت، هذا مثال أيضا مشتهر، أنه بعض الناس يطفئ السيجارة أو السيجارة على باب المسجد. نحن نتكلم الآن عن حرمة الدخان، هذا مقرر سابقا، لكن نتكلم أن هذا الشخص يدخل ويبدأ يؤذيك وهو عادي. فإذا صليت بجانبه بسم الله الرحمن الرحيم تصبح تقرأ الفاتحة وكأنك إيش؟ في اختناق. ثم بعد ذلك تقول له: يا أخي لو سمحت، يا أخي يا شيخ توكل على الله، في أحلى من ريحة الدخان. استغفر الله العظيم يا رجل. فإذا هذا الشخص يؤذي غيره
ولا يعتبر أن هذا من الإيذاء. حسن، مثال جميل جدا. ثلاث أربعة، تفضل أنت عمو يلا. لا تفرح بفرح أخيك ولا تحزن بحزنه، ما تفهم الأمور. ما فهمنا، بدنا مثال يعني. يفكر لك بشغلة وبعدين انت تفضل. بعض المصلين يقرأ بصوت عالي في الصلاة السرية. أنا هذا حالة نادرة جدا، حالنا أيها السافري. تفضل. شخص يعمل فرح في نصف الشارع ويزعج الجيران. نعم، هذا شيء للأسف أيضا سائد، وخصوصا في أحيائنا الشعبية. فعندما يريد أن يقيم فرح لزواج ابنه أو أخيه أو من هو من أقاربه، فتجده يؤذي المارة والسائقين والسيارات والجيران. ثم بعد ذلك عندما تقول له يا أخي أذيتنا، يا أخي هذا فرح، يعني يعتبر هذا شيء عادي. ونعم هذا شيء مشتهر، وطرق الإيذاء متنوعة. واحد، بسكر الطريق. اثنين، بحط لك أغاني ومعازف. ثلاث، إطلاقات النيران. وهكذا في أشياء. أحسنت، برضو مثال مشتهر وجميل. بدنا مثال مشتهر. تفضل أنت يا ابني. لما تروح السوق بتلاقي السعر المسكر بالصف ومزدوج، سيارات صف مزدوج. شو هو بيحكي عربي وتفكر ودوائم يعني مفهوم. برضو جميل. نعم، هذا يعني مثال عملي، وخصوصا في المستشفيات، في الأسواق. يعني نريد أن نشتري شيئا، يا جماعة أحدهم أنا على صلاة الفجر أريد أن أقود سيارتي لأذهب إلى المسجد، فتفاجأت بأحدهم قد اصطف أمامي على باب الكراج. شو هذا؟ وهنا الابن قد يذكر مثالا في الأسواق. نعم، وفي المستشفيات بسبب ضيق المكان، فشخص يتساهل بالاصطفاف. ثم بعد ذلك يقول لك شو فيها؟ ليش انت وقتك من ذهب؟ يعني برضو ايش؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذا الشخص اللي اغلق علي صلاة الفجر، انا لا اصلي الفجر في المسجد الذي بجانبي لحاجة في نفسي، اصلي صلوات اخرى، لكن الفجر بالذات اذهب الى مسجد معين. فعندما صليت ورجعت، فاذا به ياتي، تاخذناش يا شيخ؟ قلت له انت اثرت على صلاه. قال مش صليت؟ قلت له اه والله صليت، بس شو بده فهمه عاد انه انت الصلاه عندك غير الصلاه اللي عندنا؟ شو بده فهمه؟ ظليتني ساكت. قال خلص انا ان شاء الله ما عم نكررها. لا، هذا اعترف. لكن بعضهم يؤذي بالاصطفاف، ولا يعني بقول لك عادي عادي، شو المشكله؟ شو المشكله اعطلك 10 دقائق انت وقتك من ذهب؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم، مثال مقبول. تفضل. ياتي شخص متاخر عن الصلاه فيصف مزدوج. ما هي هاي نفس المزدوج، احنا بدنا مزدوج وهذا خلصنا من المصفات، بدنا نجيب لك واحد من دائره السير. ولا تفضل عمو. الناس يديك السؤال عن الصيغه والصيغه عن هاي شغلة، هذا حساس، ناس تكون حساس كثير. واحد يقول لك شو اسمك؟ والله لو سمحت لا تسألني عن اسمي يا اخي. شو سألتك عن اسمك؟ هذا لا، هذا عرف مشتهر. وجعلناكم شعوبا وقبائل ايش؟ لتعارفوا. حضرتك طب من اي عشيرة؟ لو سمحت لا تسألني. طب من اي بلد؟ لو سمحت لا تسألني. هذا حساس. متجوز؟ لو سمحت لا تسألني. مطلق؟ إيه بقول لك تسألني شو الجواب تقول لي مطلق. فيعني بدناش نكون حساسين برضو، عصافير حساسين وهذا اشي. لا، بدنا نكون يعني طيور مقبولة. تفضل عمو. انت تدخل فيما لا يعنيك في امور ومشاكل الناس. مش فاهمين، هذا كلام عام، بدنا مثال عملي. مثلا رجل مشكل ومرة وطلع صوتهم بالدار، تطلع انت تطلع على تقول له مالك ليش وكذا، تسأله على المشكلة. أنا عمرها ما صار قليلة هاي.
بدنا مثال مشتهر حبيبي الله يرضى عليك. كمان هذا الشخص بجوز طالع يصلح بينهم يعني، شاف المرة لطشت الزلمة كفين ثلاثة طلع يفزع له مسكين، طالع من البيت دمه نازل حميم، وهذا مشان اللي والله إذا بترجع الليل لور أو العكس يعني ناشي بس. لأنه مرة بعطي درس يا جماعة للرجال والنساء، ولا في مرة بتنتقدني الشيخ سفيان بوقف مع الزلام، بوقف مع جيزاننا. اوكي ما اعطينا درس حقوق النساء واعطينا درس ايش حقوق الرجال، ما عجبهاش بدها حقوق الرجال انزل في زلام ايش ضرب. هاينا هسه جبنا لها مثال انه المرأة ايش نازلة فيه. تفضل يا حبيبي. شيخنا رفع الاصفات بالمسجد صوت مرتفع، هاي شغلة مش مشتهرة يا حبيبي الله يرضى، شيء مشتهر واللي بيرفع صوته بيعتبر حاله غلطان. انت ما جاوبتش تفضل. تكلم بكلام محبب يحبط الناس بإيديه، كثير من الناس طبعا برضه يحبط فيه، كثير من الناس لا هو اصلا هو محبط هذا الماراثون. شيخنا مسكر في يوم الجمعه الماراثون مره في كل سنتين يعني بدك يا جماعة، يا بتجيب مثال مشتهر يعني الأمثلة اللي ضربوها الشباب كانت أمثلة جميلة جدا، أما جاي تقول لي ماراثون واحد بقول لي واحد ببيع كعك على باب الجامع وعنه قليبية يا زلمة. طلع صوته هالمرة مسكين مش منفق كعكاته هالمرة، فأم قول لو سمعت ترفع صوتك سهل يعني الأمور مش. يلا تفضل أبو معتز. شيء مشتهر جدا في شوارعنا وضع قمامات بيوت على جوار الجار. نعم يعني هذا شيء يعني موجود لكنه قل في هذا الزمان بسبب حقيقة الأمانة تدخلت لأمانة عمان وأصبحت تصدر المخالفات لأي شخص يجعل القمامة على باب البيت لأن قانون رسمي. وهذا نعم مرت فترة كل شخص بطلع يحمل هذا الأذى، إما أن يجعله على باب العمارة التي يسكن فيها أو بقول لك بلاش نأذي الجيران. لا نأذي الجيران مين؟ فنجعل الأذى عند العمارة المجاورة. وبفضل الله فأنا ربيت أولادي من البداية ألا يجعلوا القمامة على باب العمارة التي أسكن فيها، ولكن تفاجأت مرة من أحدهم أنه دعاني وقال يا شيخ تفضل، قال أولادك يجعلون القمامة على باب بيتي. قلت على باب بيتك؟ وهذا أذى لا أقبله لا لنفسي ولا لإخواني ولا لجيراني، ولم أدافع عن أولادي. فقلت له لكن أريد منك أن تحدد لي من أولادي الذي يفعل ذلك، لأنه عندي أكثر من ولد الحمد لله. قال سأمسك به، سأمسك. قلت أمسك به وأنت موكل بالذي تريد. قال طيب ما قصرت يا شيخ. ثم بعد أيام إذ به يلقاني قال يا شيخ سامحني طلع مش ابنك، أنا شفته طالع من العمارة، هو بشوف أولادي بيطلع من العمارة. قال لك أكيد إيش ابن الشيخ هذا، لأنه الحمد لله عندنا مجوع. قال لك مش معقول ابن الجيران، أكيد هذا إيش. فإذا وتبين بفضل الله أنه ليس من أولادي. لا أدافع طبعا عن أولادي، عندي وعندهم وعندنا وعندكم أخطاء تقبل التصحيح، لكن أهم شيء التثبت قبل الحكم. طيب المثال الأخير وبها نختم، لأنه الصلاة في طرق الناس وخاصة في صحن الكعبة. وصلى الله وبارك على محمد وصحبه وسلم.